بشير الرفع عبد الرب منصور هادي ونائب الفريق علي محسن صيح الأحمر ودولة رئيس الوزراء بالتدخل العاجل والفوري لعلاج الجرحى في مصر، حيث قد تم إيقاف علاجهم وصرفيتهم في القاهرة. واقعون بين مطرقة جراحهم وتعنت محافظ البنك المركزي، الجرحى قصة مبدأها الحرب ومنتهاها الإهمال. 223 من جرحى الجيش الوطني في جمهورية مصر يشكون توقف علاجهم بسبب عدم دفع الالتزامات المالية للمستشفيات، وباتوا مهددين بالطرد من إدارة السكن نتيجة تأخر دفع الإيجارات. جرحى الجيش الوطني في مصر الشقيقة جينا نتلقى العلاج، وتم إبلاغنا من اللجنة بتوقيف العلاج لسبب أخرى، ونرجو من الجهات المعنية بصرف المستحقات وعدم توقيفها. ترتفع أصواتهم بالمناشدات كغرباء خارج الحدود. تقول بعض الإحصائيات إن عدد جرحى الحرب بلغ أكثر من 30,000 جريح، بمن فيهم جرحى الجيش الوطني الذين باتوا يشكون إهمال الجهات المسؤولة وسلطات الدولة المعنية بعلاجهم جراء عدم صرف مستحقات العلاج ودفع إيجارات السكن. مؤخراً أخلت اللجنة الطبية العسكرية مسؤوليتها عن ملف الجرحى في الخارج بسبب ما قالت إنه تعنت محافظ البنك المركزي وعدم موافقته على صرف المبالغ المخصصة لهذا الملف. من المؤسف نحن كلجنة أن نصل هذا اليوم إلى أن نعلن الإخوة الجرحى الجيش الوطني عن توقيف عمل اللجنة لسبب عدم تحويل المبالغ أو مخصصات علاج الجرحى للجنة الطبية العسكرية. تقول اللجنة إنها وبعد متابعة لأشهر مضت حصلت على توجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية بميزانية لعلاج الجرحى، إلا أن محافظ البنك يرفض الصرف رغم كل هذه التوجيهات. وكان رئيس الوزراء قد وجه وزارة المالية بصرف 3 ملايين دولار لعلاج الجرحى في مصر وغيرها من البلدان التي استقبلت الجرحى، فيما كان نصيب جرحى الداخلي 400 مليون ريال. وبالرغم من تأخر التوجيه ما تسبب بمعاناة كبيرة للجرحى نتيجة تفاقم جراحهم وإصابة الكثير منهم بمضاعفات وإعاقات دائمة نتيجة الإهمال وعدم توفر الإمكانيات، غير أن هذا التوجيه لم يرى النور أيضاً لتستمر مشكلة الجرحى منذ بداية الحرب وحتى اللحظة ملفاً مثقلاً بالفشل وإخفاقاً كبيراً في رصيد حكومة الشرعية. مأساة إنسانية لأبطال كانوا في مقدمة صفوف الحرب وأصبحوا الآن في دائرة الإهمال الحكومي الكبير.